تعالوا نشوف لقاء كده حصري، اول تعليق من الحبيب علي الجفي على ما حدث بالامس في مسجد الروضه، ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. مساء الخير عليكم في الاستوديو. احنا طبعا بنجدد تعازي تاني في شهداء الوطن، والمره دي معانا الحبيب علي الجفري علشان يقول لنا كلمه في الاحداث الحاليه. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وجه الكلمه اولا وقبل كل شيء الى اسر وذوي الشهداء والمصابين. اسال الله ان ينزل على قلوبكم السكينه والرضا والانس، وان يشهدكم جانبا من السعادة التي أكرم بها أقاربكم الذين انتقلوا إلى رحمته في أفضل مكان وفي أفضل وقت في بيت الله عز وجل وهم يؤدون الصلاة. ثم أوجه رسالة إلى إخوتي وأحبتي من أهل هذا البلد المبارك مصر. مصر بإذن الله مصر محفوظة، لن يستطيع أحد أن يركعها أو أن يسقطها. مصر أكبر مما يراد بها. مصر ستنتهض وهي التي ستنهض غيرها. أنا من اليمن أصلي، من حضرموت، من الجنوب، وفي داخلي يقين أن بلدي التي هدمت ستنتهض بدور الأساس فيه مصري. ولكن البعض يحاول إلصاق الدين أو تبرير الأفعال دي بالدين. لم يعد أحد ممن لديه أدنى عقل أو فهم يدرك أن هذا لا علاقة له بالدين، وينبغي أن نتجاوز حتى هذه المرحلة، وأظننا تجاوزناها. ينبغي أن نتجاوز الحالة الثأرية التي يعيشها بعض مثقفين لإلقاء الأمر على الدين ورد المثقفين على العلمانيين. لسنا في صدد ولا في رفاهة هذه المعركة، نحن الآن في معركة وجود. لبست ثوب دين، لبست ثوب قومية، لبست ثوب عالمية. لم يعد أظن الطفل الصغير الذي في الشارع لم يعد لديه أدنى شك أن هذا أبعد ما يكون عن الدين. ضربوا الكنائس، ضربوا المساجد، ضربوا الجيش، ضربوا الشرطة، ضربوا الأطفال الكبار، أناس يصلون، فلا مجال أصلا لتوهم أن المسألة لها صلة بالدين. شكرا الحبيب علي الجفري. كان معنا الحبيب علي الجفري. شكرا مرة.